من القرية الله يبيض وجيهم، والجلسات الأرضية هذه من القرية الله يبيض وجيهم. طبعا هنا شبت الضوء، شبت الضوء، نجلس هنا ولا هنا ولا هنا. كذا لوكيشن عندك متعدد؟ كان مواقع ثانية بعد وشكل. إيه كان عندنا هنا خيمة، والآن هذه جلست مع ذا غرامة عشان تفتح بس همبلة. عندنا حلانة غير المحلات طبعا براندات اللي عندنا حلانة غير قصر الأواني، تخيل العود، مارسيل، ومن الخلف بعد بنوريكم المحلات الموجودة ما شاء الله. انتوا عندكم بس اللوكيشنات هاي صح؟ عندنا هذه اللوكيشنات، عندنا اللوكيشنات داخل والمسجد هنا، مارسيل حق ملابس الأطفال من هنا، وهذا الديوان اللي كنتوا فيه انتوا هدايا حق اخواننا صغار. هذا الديوان اللي حضرنا احنا فيه. في لوكيشنين برضه. وين المسجد؟ المسجد بنوريكم اياه هنا ولا هناك؟ لا هذا الباب تدخل يمين، هنا المسجد شفت الانقر ذا؟ ايوه هذا المسجد ما شاء الله. وفي غرفة للوقف زي الكوفي شوب روم نقول كذا. تقدموا قدام ما شاء الله الوقف عرفت؟ تقدموا بنوريكم المكان اللي انتم دخلتوا منه. طبعا الجسم ما شاء الله اهنيك اختيار الراس كان بعناية. مجسمين الشباب. ايه ما شاء الله الباب مفتوح شباب. النهيرة ما شاء الله. ما تلعبون كورة هنا؟ ما تلعبون كورة يا الربع؟ الممنون. الخير جاي، خير جاي. شفت الملعب؟ شفت ملعب ايوه بس قالوا لي ما في هواء. الخير جاي. لا بتشوفوا ان شاء الله بيجي. طبعا عندنا هامبلا كافي اللي شربتوه قبل شوي. اي ما شاء الله من هامبلا. طيب طبعا اي هذا هو هامبلا. عندنا هيبه الاحذيه الشرقيه حلو كبار السن، بعد فيه الموديلات الجديده فورو من داخل ما شاء الله عرفت كديزاين بعد يعني ما شاء الله تبارك الله اغلب الشباب لابسين منه. الله يهنيكم قولوا امين. وياك ان شاء الله. ماخذينه برضه عندك. انا اخذت بعد. تستاهل تستاهلون. طبعا عندكم اين ماء؟ هذه للعناية الشخصية فيك. شامبوات كريمات عرفت كيف؟ عندك فشفش، عندك الجوهرة عبايات نسائية فراوي نسائية. فشفش وش؟ فشفش محل هذا باقي ما فتح. مكسرات ما مكسرات حلو تحتاجون عشان الحشنة. ايوه العصريه هنا يعني. العصريه طيب فش حق مكسرات. طب وين ودكم نقعد؟ انا بخلي الكنترول عند حمد. تبون نجلس هناك؟ عندكم الجلسه اللي في النص شتويه. حمد كنا ما نبغى رسميات. اي حمد خايف من الجسم. جسم ما شاء الله انت دايم في النادي. لا والله صعب السنه عشان كذا طلع عضله واحده بس اللي هي صدر واحد. هذا اللي قموت الله يحييك لين الله يبداك ويسحب عليه اربع سنوات. حمد معاذ لبيك. شوف هذا الكوفي شروم شفته؟ هذا حق هذا حق الوقف حق المشاكل وحق لا الوقف شكل داخل الكوفي شروم حق ذا داخل حق بدون تحيز داخل هنا عرفت؟ هذه حق الوقف كوفي شروم بدون تحيز وابو سلطان بعد ترك الدوسري كلها الثنتين ما شاء الله ما شاء الله عرفت؟ وعندك هذا الكوفي شروم تدخل من هنا يمين المسجد على طول وفي جلسه عند المسجد بتدش اللوكيشنين اثنين. جميل جميل. يعني نطلع من الصلاه فرضنا نبغى نسوي حلقه جلسه ما في جوالات يا الربع صدق؟ لا والله ما في جوالات شوي مو حيل جوال تكميم لا ضعف ضعف سويت رجيم داخل قبل شوي كان الرجيم هذا لا هذا واحد ثاني رجيم دقيقتين هذا واحد توأم اثنين مشاركين برامج يعني عندنا كل واحد له توأم عرفت؟ وين ودكم نقعد؟ وش رايكم؟ ضرب انتبهوا وش واني بس خلاص انا بوقف اقعدوا كلكم يلا 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 عندك ابو الله باسبوع ماطر يا سلام وامتلت الدعوه كل ابوها والحين زدنا مع البرد نزلت على والله تبون قعدات ارضيه احنا يا الربع ترى منكم وفيكم امور طيبه يعني لا لا انا بوقفك رفيقكم اللي اعطاني المشلح راح المستشفى خالد السهلي الله يبيض وجهه عنده اصابه في رجله الله يشفيه ويعافيه عندنا الجزه ذي الله يبيض وجههم الحطب موفرين لنا 43 يوم مو ماسك خلينا نتفق اتفاق يا الربع عشان ما يكون فيها تداخل اصوات وكذا اسلم الجلسه ما يكون فيها رسميه نهائيا والامور طيبه وحبيه وعدوني واحد من المتابعين والكنترول عند حمد والله ما اخذ والله والله لا تحل تحل والله ما اخذ والله كنترول عند حمد والله حمد بدوش عنده والله ما ابد كلكم واحد كنترول لكم والقريه لكم الليله يا بعد تحت امركم القريه الليله لبيك يا حمد زين تدخلون نبدا الفقره معكم بالله كيف انطباعك على القريه والله جميل واللي محل القريه الناس اللي موجودين فيها الله يطول وجودكم شرف لنا الله يطول الله يشرف مقدارك نجلس خلاص شغلت انا انت قاعد ما نعطى كاركتر والله انا بدان
الليله ترى عادي يعني مرة. القريه تحت امرك الليله ولا تعد عليك مبروطول يا ربع تراني انا الحين تحت لا 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 الليله الليله ليلتكم القريه تحت امركم لا حلو والله يا الربع ان عندي ضيوف في البيت لكن امركم القريه سكرتي يحتاج سكرتي حرص هذا سكرتي يحتاج سكرتي نعم سقاطه ترى هذول حقين بيعه تخصصه لا والله تخصص بيعه تبيع على طول لا 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 حمد انا من محبينه حمد من محبين الصوت الجميل والله تدري كنت اطلع معاه بالتيك توك تذكر كنت اي صح كنا نطلع وين الكاميرا هنا 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 قدامك قدامك هنا قبل لا يدخلون برا طب احنا ما نطالع فيه لان علينا خصم اللي طالع في الكاميرا خصم يطلع كاميرا لا 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 عادي لا انت عادي احنا اذا طلعنا كاميرا خصم انت لا وجودك اصلا يغفر لنا اصلا يا هاي الكاميرا تشوفها تفكر الكاميرا سوي مثلي طيب يلا خصم خصم شو شو كذا كذا عنكبوت شو شو يلا 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 ما في ما في نزل عن وجهك عادي بس مرحبا بكم ومسهلا تعال تعال قرب قرب زوال انا ودي ليله زوال ترى ليله زوال كم بس واحد دي خمسه ولا سته ما شاء الله بصيركم برافو واحد فروه اثنين ثلاثه احمد اربعه خمسه عبد الله القومي سته صوت حلو صح؟ اي صوت حلو ما غيرته الله يهينك بالرجل غزال انا خلاص يجيب لنا يجيب لنا غزال بلعبهم لعبه يلا الله يهينك بالرجل فيرسك ان شاء الله خلي الرجال ادخل ادخل تعالين تفضل خلنا نوقف ابدو رايكم ابدو رايكم تكون عندك ابدو رايكم خلاص اسرحوا يا عيال الحين انا الان اسلم براطورتي له خلاص يلا خلاص انا بروح شو اسمه العصا عصا بس تسمح لنا يعني تفضل طال عمرك بس اذا ما عليك امر يعني تسمح لنا نسوي استاذ حمد امبراطور تسمح لنا بس نسوي تشيك اوت ونجيك بروح اسوي كارديو اوكي يلا تعبان شوي خلاص هلا هلا ريتويت اول شيء الله يوفقكم جميعا تاكدوا انكم والله العظيم كلمة حق تراكم برا البرنامج والله انكم نجمين كلكم كلكم بدون استثناء كم مشاهداتكم 4 مليون 5 مليون مقاطعكم يعني مقاطع عادية سوالفكم الاشياء اللي تسوونها جلساتكم بعد العصر اغانيكم شلاتكم ان شاء الله طالبة الله يوفقكم هي لعبة بسيطة طبعا كلمت فيها معاذ معاذ بشارككم بشارك معنا معاذ يبدا اسامه مقطع اخر حرف اخر حرف من المقطع تكمل عليها انت اغنيه من عندك او شيء حلو طبعا الكل يشارك شارك جر صوتك مثل ما الحين شاعر صح مثل ما جر صوتك في محاوره هلا عادي ابدا بسم الله الله يجازيك بافعالك جرحت الضمير ولا طرالك تداويني بس حرف الياء كم ويا غزال علاك الوسم بقلبي وراك جيت على ما تمنى هذه ها يحسب النية مثل ناس تضيع حقوقها ألف ألف الله صح أنا لله وإيش حدك على درب الجفا والجور اتحسب الجور قوى والجفا صبر على الصدى يا صغير لا تعذر دامك صغير ترى معذور لكن بكره تبي تكبر وشغلك عقب المدة ها معاذ شت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هلا يا هلا في كل والي يا هلا وكل من قلب صافي هلا فيكم فيكم تزيد القوة في يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو طبعا جاب لك اصحاب الحرب بيت لي طالع يا سلام وش فين يا حاسب اني ما نبياني يا سلام ما عادني باللي اعرفه ولا حوله ها هاد Hey.
منيب يا منيب وين الصدى؟ لا لا وين منيب؟ لا تغشش الوقت سنفكر كثير. تغشش خصم هالليلة وبس. لا 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 وانت متغير هالليلة وبس لا هي ايش؟ ما هي هالليلة لا ما يصير ما يصير لا والله ما يصير هالليلة وبس لا يستاهل ما ها يلا ها الله 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 يا منتخبنا الله 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 تحقق املنا الله 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 باقي الكلمات يا منتخبنا الله الله ان شاء الله تحقق املنا حرف الالف صديقك عشان تغني يا ابو علي اصبري يا عيني لا تبكين وتنز يا قلب لا تنضم ما على وجه البسيطة زين والعوض في دورة الأيام السلام أيام ميم سعود شكله يحب الأغاني في أغنية في حرف الميم إذا أنت تحب عبد المجيد بتلاقي من تفى أغلى من مر بعيون الله عاشقك سلم أمره للغرق ميم ميم مرت سنة يا رب يا رب ما يصير منيب خصم خصم مش السماع خصم على عبد الله القومي يموت على يموت انا خصمت على عبود على هل دوافير دوافير ماني بجازيك في صدك وهجرانك الله ودعتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت العيان والاقدام مشانك انت ولا شيء سويته على شاني يا سلام ايش الحرف يا يا عنقري من فريد وحوش توه من الغزل لا يلا ينكب ناشي يا سلي يا سيدي كل صوت النشاز ليس من هواه هذا مو من النشاز هذا من فنون الاصوات يا من هواه وعز يا من هواه يلا تغشوا ما يصير يا من هواه الله يا من هواه وعزه واذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت إنك لا تخون فخنتني يمر الحب بظروف الشاكل يجيبها معاذ معاذ بيجيك خصم لا انا جالس اغشش بس انا يعني كاني ايش كان شفاف يلا اه يا انت الف برضو يعرف المقطع يمر الحب بظروف ومشاكل قليل اللي بها الدنيا تنابه ها يلا حاطني بين مجدين سلمك تسليمه خطيره ها روح حاطني بين مجدين يلا سلم الله اهلي يوفقهم اللي يحرموني من أحبني وحبيته يبعدوني عنه
الله لا يوفقهم اللي حرموني منا وحبني وحب عيونك الباب حلو صرمنا هو طلب مني ذا والله باري لا باري وش كيف لا ظلم خل بلا سبب تزعل بالصبر والده تجرح بالكلام يعني هذا يعني حفظ انا صار اشوف انها تمشي الدنيا على راسي وتروح لما كنت عتاب ولا ملام أنا سافر عن عذابك وين أروح حياتي ما شفت قصيدة بذبحة حدوني حدوني لا 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 على رك بالغمارة وأنا أبغي فوق لا 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 حرت الهبوب ونود يساري الدوام بالله عليك ترود بخصوب السلام شارت الهبوب ونود يساري الدوام بالله عليك ترود بند بصوب السلام غرن غراني وجوده حسن وشكله عدام تعضي بروق خدوده لو من تحت اللذام غرن غراني وجوده حسن وشكله عدام تعضي بروق خدوده لو من تحت اللذام ميم 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 هنا انتهت فقرتنا لا لا انا ما اقبل الغش فيد اصواتهم فيد اصواتها مرت سنه واضح انك صح اخر لانجوت لا ميم ديدي ميم ميم ما انت فاهم يا الله من مر بعيون عاشقك سلم امراه للغرام شفت فيك العمر يا القلب الحنون من عرفتك وانا عايش في هيام انسى هالعالم ولهم يزعلون ما عطيت اليوم غيرك اهتمام عجزت عيوني على غيرك تمون ما عرفت انطق لغيرك بالسلام وما انت فاهم يا غلا من مر بعيوني عاشقك سلم امراه للغرام شفت فيك الامر يا القلب الحنون من عرفتك وانا عايش فيه يا صفقه لكم تعال صوتك صفقه لك والله تعال صوتك تعال استريح تعال بيت فرح صوتك جربوا كل ده نبي الجنة في صدى وين هذا ايه يلا يقول لو ان قلبي على اللي صار متعود ما كان شفت بوجه اللي تشوفينه انت تقولون لي بروح بعود وعيونك تقول غير اللي تقولين لو ان قلبي على اللي صار متعود ما كان شفت بوجه اللي تشوفينه
انت تقول لي نلي بروح وعود وعيونك تقول غير اللي تقولنا. سلامتك. بيض الله وجهكم. جم الله حالكم. سهرة كانت ممتعة وجميلة. لبيك. أنا بقول لك ختم. نمشي والله. لا أشوفه منهم أن ختام كلام ختام. قعدتكم ما تنمل أبدا. لكن أول شيء عندي رجال والله في بيتي. الله يبيضه. شيء ثاني وعندي رجال استناني برا. الشاعر الجميل رائد العوني أكيد إنه شوف دلوقتي. والله ونعم ونعم استاذ حي. معروف ورا ما تتغلون الشعراء شوي تعرف. يحق لما لا يحق الغير يعني خلاص أنتم بتروحون يعني خلاص أبوي ما هو براجع ما نبغى نحزنكم حنا حزن لا تخليني بلا روح وكذا موه أمانة لا تخليني بلا روح كذا موت أخاف الوحش في قبر الحزن إله إلا الله والخلل خالي بعيش العمر باقية معك ما فوت لحظات وتصغر كل هالدنيا بعيني وين تقبالي أحبك أحب تعجز في وصف حبي لك الكلمات يا قبلة من على ذا الكون يا جمل من تعنى لي. سلام. يعطيكم العافية. بيض الله وجيكم. جم الله حالكم. أنا بقول حاجة وحمد بيقول حاجة بعدين نتوجه الهنقر. ما أدري الشباب بيورونكم حاجة ماني فاهم وش الفكرة. اليوم شكله كله مفاجآت. والله أنت مفاجآت يا بعد عيني. مقطوعة صغيرة كذا نقول والله يا الربع إذا عندكم حل للنسيان خا عندي مشكله بالنسيان اي والله يقول سلموا لي على اللي سمى حالي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه سلموا لي على اللي سم حالي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه سلامتكم سلمنا على يا معاذ بيض الله وجيكم سلمنا انت عليه احنا بيض الله وجيكم يوصل السلام اشهد الله انا من اسعد ايام حياتي انا يا حمد الخزينة متشرف بيكم وعقب البرنامج ان شاء الله بيننا تواصل معكم كلكم منشدين طبعا انا حاله ما اللي تبون كلمات ملحان اخوان الشعار الاشخاص اللي هاي الريالة على قولتهم انا بعد داعم لكم بالتوفيق واللي بعد يبي يتحدى على تيك توك ما عندي مشكله الو عاد قدام مني يا شنيع طيب مين شايبكم يا الربع هنا ابو ناصر انا طالبك طلب شنو الله بيساعدك وهذا الكلام على الشاشه والله مساعد بالرغم اني ترى في بعض في امور كثير ما ودي تطلع على الشاشه لكن انا ماني قادر امسككم الا اليوم يعني بعد البرنامج من غير شر ان شاء الله بتروحون لاهاليكم وبتنبسطون واللي عنده لزوم واللي عنده شغلات واللي عنده حفل استقبال ها واللي عنده
بعدها أبغاك تجمع للشباب جلسة وسمرة حلوة عندي على خشم على الشحم. هم يسمعون بعد إذنكم طبعاً كلكم، لكن يمون عليكم أبو بإذن الله كلهم وإن شاء الله. والله شرف، وإن أخف يعني علي خفيفة جداً، أخف حتى من ثيابكم اللي لابسينها يشهد الله بإذن الله. العين وعلى الرأس، وإخوان وعزيزين وغيل، واللي نقدر عليه والله بنسويه، واللي ما نقدر عليه أوعدكم وعد انه احنا بنسعى بنحاول فيه. غالي ونحبكم. اول شيء معاذ الله يحييكم تحايا السيل انتم مرحبا والله انها مثل ليالي المطرقيتكم. احنا ترى انا من فانزاتكم، لا يغركم ان دخلنا وجاء عندنا جماهير نتابعكم من قديم وجابكم الحظ يا من حظنا طيب الليل وعزمت وبيض وجهك ولا بغريبتن عليك لا انت ولا من يسمع. اللي لك علي ان انتهى البرنامج، الرجال اللي فاضل ما يربطه في شغل وفي اليوم المعلوم المحدود بإذن اللي ما ترى بعينه يا كل ضالة أنت شوفه بإذن اللي ما ترى بإذن الواحد واللي بيجي عنده عذر ولا شيء بتعذره إن شاء الله. حتى أخوياكم اللي طلعوا بعد جعلوا بكرة الجنة. أي والله أنتم من العلاقات الطيبة اللي أتشرف والله فيها. الله يشرف دارك الشرف لنا أكرمكم الله. إحنا قبل ما نودعكم بنروح الهنقر بناء على توجيهات الشيخ حسين. لبيك أنا من الآخر دالحين وبعد البرامج دا اعمل لكم جعلنا ما عندنا الجلسه هذه انا منزلها عليها. افا عليك تدخل تطلعين يجيبك من قطر يا حبيبي. افا عليك افا عليك سمينا بالرحمن يا رب توكلنا الله لا يخينا بالطيبي الله اي والله الله يسعد قلوبكم ويحيي حالكم والله يعينكم على البرد. وقنا في جوجا الله ساعي تجمعنا على العز والطاعة.